بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد دراسة الحروف والمقاطع، اليوم سنحل معا تمارين الأنشطة للسنة الثالثة ابتدائي. سيكونس اون، الوحدة الأولى، لا لتر أ، أ بأشكاله الأربعة كما رأيناه سابقا. جو كولوري لي ديسان كونت جونتون أ لو سون أ. ألون، جو كولوري ألون، ألون الرسومات عندما أسمع حرف آ. شاز، كرسي، شاز، شا، شاز، لا يحتوي على حرف آ. كادو، كا، ويكتب هكذا، سي آ دي أ آ يو. كا، كادو، يحتوي على الصوت آ. شابو، سي اش ا بي او ا يو، شابو، شا. بوش، لا يحتوي على الحرف آ. أورس، نفس الشيء. نافيغ، باخرة أو سفينة، وتحتوي على الحرف آ، وتحتوي على الصوت أو الحرف آ. نا، نافيغ. غوبو، لا يوجد فيه حرف الآ. شا، قط، يوجد فيه حرف الآ. شا. باغابلوي، مطارية. إذن أحبتي، نلون فقط الرسومات التي تحتوي على الحرف آ. باغابلوي، بيجاما، 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 يحتوي على الحرف آ. إكزارسيس دو، التمرين رقم 2. تقول التعليمة جونتوغ، يعني أضع دائرة، تو لي أ كو جو فوا، أضع دائرة حول كل حرف أ أراه. أ، أ، ماجيسكول، مينيسكول، ماجيسكول، مينيسكول، مينيسكول. نيميرو 3، جونتوغ تو لي أ كو جو فوا، نفس الشيء، أعطانا كلمات مختلفة. أضع دائرة حول حرف الأ، كبيرا كان أو صغير، كتابة الكراس أو كتابة الكتاب بكل أنواعه. التمرين رقم 4، إكزارسيس 4. جيكري سور مون أردواز بوي جو ركوبي دو مون كاي، أكتب أولا على اللوحة. يقوم التلميذ في القسم بكتابة الحرفين على اللوحة مع المعلم، ماجيسكول مينيسكول. ثم اي، لا لاتر اي، ماجيسكول مينيسكول، سكريبت اي كورسيف. جو كولوري لي ديسان كون جونتون اي، ألون عندما أسمع اي. بوم، بوم، لا يوجد. دومينو، دومي، اي، دومي، دومينو، دومينو. بوجي، شمعة، بوجي، شمعة، شمعة، بوجي. وا، بطة، لا يوجد. سي، سيترون، ليمون، سيترون. فورمي، نملة، فورمي. شوفال، حصان، لا يوجد. سوغي، فأر، سوغي. ميزون، مي، ميزون، لا يوجد. بيجون، بيجون، حمامة، بيجون، يوجد. إذن قمنا بتلوين كل الحروف التي تحتوي على إي. الآن نضع دائرة، جونتور تو لإي كو جو فوا، أضع دائرة حول كل حرف إي أراه. إي، ماجيسكول، مينيسكول، إي، ماجيسكول، مينيسكول، عفوا، إي، 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 بكل أشكاله الأربعة، نفس الشيء.
J'entoure tous les i que je vois. I, Ilham, Mimi, I, Iman, Canary, Midi, Ibu. إذن أضع دائرة حول حرف الإي. Je recopie نفس النشاط على اللوحة ثم على كراس المحاولات يتدرب فيه التلميذ حتى يتقن حرف الإي. Lettre M. Majuscule, minuscule, script et cursive. Je colorie les dessins quand j'entends M. ألون حينما أسمع حرف M. Caniche. لا يوجد. شامو. شامو أم. مغطو. إطوال. لا يوجد. أناناس. لا يوجد. ترمومتر. محرار. لقياس الحرارة. ترمومتر. يوجد. ترمومتر. ساعة. ترمومتر يوجد فيه الأم. ساعة. مونتر. أم. مونتر. بانان لا يوجد. تخوس مقلمة لا يوجد. غم. ممحات. غم فيه صوت أو حرف أم. إكزرسيس دو. J'entoure tous les M que je vois. أضع دائرة حول كل حرف M. أرى M. Minuscule cursive. M majuscule. Minuscule. M minuscule. M majuscule. M minuscule. J'entoure tous les M que je vois. Maman. M. M. Mélissa. Camion. Fourmi. Chameau. Rima. Je recopie التمرين الأخير وخاص بالكتابة والتمرن حيث أكتب حرف الأم على اللوحة ثم على كراس المحاولات أم مينيسكول أم ماجيسكول. Lettre N. ماجيسكول مينيسكول سكريبت et cursive. Je colore quand j'entends N. ألون حينما أسمع N. بانيي. بانيي قفة. أن تحتوي على حرف الأن. بانيي. بانيي قفة. سيتادل. سيتادل قلعة لا يوجد فيها. جومب لا يوجد. أن ني عش يوجد فيه الحرف أن. ني لونات نظارات يوجد فيها حرف الأن. لونات. بالان. بالان يوجد فيها حرف الأن. ميزون لا يوجد. شوميني. شوميني يوجد فيها الصوت أن. مافي. مافي ليفت. مافي يوجد فيه حرف الأن. إكزرسيس نيميرو دو. جونتور تو لي أن كو جو فوا. التمرين الثاني أضع دائرة حول الأن ماجيسكول أو مينيسكول بأشكاله الأربعة. أضع دائرة حول حرف أن بكل أنواعه. إكزرسيس 3. جونتور أضع دائرة أيضا حول حرف الأن في الكلمات. بيانو. نعيمة. شوميني. باردون. نوميرو. كانابي. نابيلا. إكزرسيس 4. جو ركوبي. التمرين الرابع دائما للتمرن على الكتابة. أن مينيسكول كورسيف. و ان ماجيسكول كورسيف للتمرن ايضا على اللوحة ثم على الكراس. اذا كانت هذه الاربع احرف الوحدة الاولى للسنة الثالثة ابتدائي.